السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناة إبرة ومقص مع أم ريان. اليوم إن شاء الله فيديو جديد، درس جديد يعني سهل إن شاء الله. غنفصلوا جلابة مخزنية، ممكن أي مبتدئة تفصلها. تبعوا معايا بس نفصلوا جلابة مخزنية. خاصنا الثوب، يعني كمية ديال الثوب. عندي هنا بعدا في الثوب 3 متر في الطول، وفي العرض عندي 1.5 متر. هزيت الطول، هو اللي 2 على 4، وخليت فيه يعني في الجلال 45 سنتيمتر، وغادي نخليه يعني جهة مغلقة من الأمام ومن الخلف. كما كتشوفوا دابا عبرت 45 سنتيمتر، يعني حاصر المستطيل 45 سنتيمتر، يعني كامل من الفوق حتى لتحت. هكا كنخدم أنايا. وناخد في الطول، عندي هنا في الطول 1.36 متر، يعني 1.36 متر، غادي نزيد ليها 6 سنتيمتر ديال لوغلي، وغادي نقص هاد التوب لي شاط. منو غادي نفصل قب جلابة والكمام. خليو المقاس على الطاولة وقولوا بسم الله وتوكلوا على الله وبقاو تقصوا، يعني ما بقاش خافوا من المقص دائما، يعني كثرة ملي كتقصوا بزاف ان شاء الله غادي تعلموا. بعد ما قصيت الثوب، يعني خليت كما قلت لكم جهة مغلقة، غنخدم على الجهة المغلقة، وقلبتو لعندي لداك الجي، وغنبدا بسم الله على بركة الله. باش نديرو تقويرات الخلف، دائما كيف العادة كندخلو كنهبطو بجوج سنتيمتر، كنحطو نقطة من جهة جوج سنتيمتر، كندخل بسنتيم، سنتيم يعني كيكون شرطة، يعني واحد سنتيم مستقيم، وندخل ب9 سنتيمتر، نحط نقطة، نقور بإيدية أو باستعمال بيروكي. بعد ما درت تقويرات الخلف، ندوز الآن لتقويرات الأمام. غنهبط هنايا في تقويرات الأمام ب12 سنتيمتر، ونقور تقويرات الأمام يعني بإيديك ولا باستعمال البيروكي. هنايا ديري في الجلابة دائما، بقي ديري كول في غون. غندير هنايا باترون الأساسي، يعني الكورساج الأساسي، عاد غنضيف عليه التوسيع اللي بغيت. يعني دائما نتوما كمبتدئين ديروا الباترون الأساسي، عاد ديروا التوسيع باش ديروا جلابة مخزنية. دي هنايا في الكتف 22 سنتيمتر، نحط نقطة 22 سنتيمتر، ونهبط ب3 سنتيمتر، يعني كما كديروا الكورساج الأساسي، تهبطي هنايا ب3 سنتيمتر، ونسطر مليان الكتف. بعد ما سطرت يعني مليان الكتف، انا عندي هنايا في مقاس التركيز عندي 28 سنتيمتر، وعندي في الصدر ربع الصدر 30 سنتيمتر، يعني خديت ربع الصدر نقص منها 2 سنتيمتر، عندي 28، نحط هنايا التركيز نفس العادة من هذا المكان، من النقطة ديال 3 سنتيمتر، ونهبط ب28 سنتيمتر. وهنايا ندير نسطر خط الصدر، ودرت في الربع الصدر 30 سنتيمتر، يعني غنصيب غير الكورساج الأساسي، من بعد غنضيف ليها التوسيع، وغادي نقور التركيز، يعني نقور هنايا التركيز بعد ما يعني سطرت خط ارتفاع التركيز، وغادي نقور بإيدية على هاد الشكل. هنايا مازال غادي ندير التوسيعه، يعني غادي ندير التركيز، مازال ملي غنطيح الكتف غادي ندير التركيز هنا، وغادي نزيد توسيعه في الخط في الربع الصدر. باش ندوزو للخط الحزام، غادي نهبط من خط الصدر ب12 سنتيمتر، ممكن تهبطي ب16 سنتيمتر، انا هنايا هبطت ب12 سنتيمتر، وغادي ندير الحزام. الحزام غنخليه هنايا بحال مقاس الصدر، يعني ما غاديش نحتاجه، غنخليه نفسه نفس مقاس الصدر، يعني خليت هنايا 30 سنتيمتر، غادي نخلي في الحزام ايضا في 30 سنتيمتر. غادي نهبط من النقطة ديال الحزام النقطة الحوضة، نهبط بها ب20 سنتيمتر، ممكن تهبطي 18 ولا 20 سنتيمتر، ونحط مقاس الحوض. عندي هنايا مقاس الحوض 33 سنتيمتر، غادي نسطر خط الحوض، يعني عندي في ربع الحوض كما قلت لكم 33 سنتيمتر، يعني باقي ما ضفت التوسيعه، ونسطر الان من خط الصدر للحزام للحوض على هذا الشكل، يعني بايديا سطرت. بعد ما سطرت يعني نقطه الحزام مع نقطه الحوض مع نقطه الصدر، غادي نهبط من نقطه الحوض الى الجلال. كما قلت لكم الجلال درت 45 سنتيمتر، غادي نسطر الان نقطه الحوض الى الجلال الى الاسفل.
بعد ما درت الكورساج الاساسي يعني حتى هنا كلشي واضح، نفس الكورساج دائما اللي كنديرو هو هذا. غادي نضيف الان التوسيع باش ندير جلابه مخزنيه، غادي نزيد طيح الكتف، غادي نطيح الكتاف من 10 حتى 16 سنتيمتر. بغيتي تهبطي ب 10 سنتيمتر هبطي ب 10 سنتيمتر، بغيتي تهبطي ب 16 هبطي ب 16 سنتيمتر. انا هنايا هبطت ب 16 سنتيمتر، يعني من ديك النقطه ديال الكتف 22 زدت الاضافات 16 سنتيمتر، وغادي نسطر من النقطه ديال حدا العنق الى النقطه ديال الزيادات اللي ضفت 16 سنتيمتر. وممكن تهبطي يعني في الجانب تهبطي ب 5 سنتيمتر او تسطري بهذه الطريقه على هذا الشكل. كما قلت لكم هنايا ضفت 16 سنتيمتر، ممكن تهبطي من هذه النقطه الى يعني فين سطرت ب 5 سنتيمتر. عندي انا هنايا 7 سنتيمتر من هاد النقطه، غادي نهبط بالتركيز يعني هنايا ندير 29 سنتيمتر. انا خليته يعني زدت سنتيم على التركيز يعني الحقيقه اللي عندي، ضفت لي سنتيم وخليته واسع، يعني جلابه مخزنيه كتبغي تكون واسعه. وغادي نسطر التركيز، كيكون التركيز هنايا جلابه مخزنيه مستقيم، واما جلابه عصريه كيكون يعني مقوس، يعني كيكون قوس. كما قلت لكم هذه جلابه عصريه، غادي نرجعها جلابه مخزنيه باضافه الوسع. هنايا يعني غادي نضيف الوسع يعني من خط التركيز ديجا يعني تضاف لي الوسع. غنعبر معكم هذا الوسع اللي عندي، عندي هنايا كما قلت لكم 30 سنتيمتر، والوسع عبرته يعني جاني 10 سنتيمتر، يعني ضافت لي 10 سنتيمتر ديال الوسع. بغيتي تضيفي اكثر ممكن تضيفي اكثر، يعني بغيتيها واسعه تضيفي اكثر، بغيتيها يعني مضيقه شويه كتضيفي اقل. بالنسبه للمبتدئات هما اللي يحتاجوا الكورساج الاساسي، اما يعني المتعلمين ما يحتاجوش الكورساج الاساسي، كيحطوا المقاس يعني ديريكت على القماش. من نهايه ارتفاع التركيز يعني هنايا غادي ندخل ب 3 سنتيمتر، يعني ندخل هنايا ب 3 سنتيمتر، وغنحط نقطة يعني هاد البلاصة كاملة ديال جهة هنايا يعني جهة الصدر يعني في الكورساج الأساسي غادي يتلغى، وغادي نخدمو على هنايا يعني 3 سنتيمتر اللي دخلت بها يعني من بعد، وغادي نرجع ليها. ندوزو الآن الحوض، يعني عندي هنا في الحوض غنضيف ليها 3، يعني الحوض عندي 33 سنتيمتر، غنضيف ليها 3 سنتيمتر أو 5 سنتيمتر ديال التوسيعة، يعني بغيتي تضيفي أكثر ضيفي أكثر، أنا هنايا غنضيف 5 سنتيمتر، وغنسطر يعني في جهة التوسيعة على هاد النقطة وهاد البلاصة كيما قلت لكم كاملة غادي تلغى. نسطر الآن من نقطة يعني ديك نقطة 3 سنتيمتر اللي قلت لكم ضفتها، يعني هنا فين غيجي خط الصدر، يعني خط السطر الصدر لنقطة الحوض، نسطر بحال هكا، وما خصهاش تكون زاوية قائمة، يعني غادي نقوسو على هذا الشكل، غادي نقوس بحال هكا باستعمال بيروكي أو باستعمال يديك، يعني ممكن تقوسي على هذا الشكل أو نستعمل بيروكي كما قلت لك. بعد ما سطرت يعني بيروكي يعني قوست على هذا الشكل، نسطر الان من الحوض من نقطه الحوض الى الجلال بالمسطره على هذا الشكل، سطر يعني حتى الاسفل. وباش ما ننساش كما قلت لكم الطول عندي 1.36 متر، غادي نحط مقاس الطول 1.36 متر، وغادي نضيف ليها 6 سنتيمتر ديال لوغلي. بغيتي تضيفي اقل ضيفي اقل، أو 8 سنتيمتر، بغيتي تضيفي 8 سنتيمتر ضيفي 8 سنتيمتر. كما كتشوفوا داك السطر الأول ديال الكورساج الأساسي راه كنمسح فيه، غنخدمو على السطر الثاني هو اللي غادي نخدمو عليه. وهنايا درت هنايا في الجلال 45 سنتيمتر، كما قلت لكم ضفت 6 سنتيمتر للطول، ممكن تضيفي كما قلت لك 8 سنتيمتر العطفة، يعني جلال العطفة من احسن يعني ضيفي 8 سنتيمتر. هنايا نخلي الفتحه، عندي الفتحه ولكن غادي غير نطراسيها لكم باش تعرفوا يعني كيفاش، انا ما غاديش ندير الفتحات حيت درت 45 سنتيمتر ما نحتاجش الفتحات.
الا بغيتو نتوما ديروا الفتحه، ديروا الفتحات يعني ديري في الامام يعني هنا الفوق، طلعي على ديك العطفه خليه 5 سنتيمتر ولا 6 سنتيمتر كما قلت لكم، وطلعي ديري 15 سنتيمتر، هذه غتكون في الوسط ديال الوسط. وبالنسبه ديال الجناب كما قلت لكم غتخلي العطفه، غتخلي المقاس ديال العطفه يعني درتي 6 سنتيمتر ولا 7 سنتيمتر، عاد ضيفي 25 سنتيمتر، 25 سنتيمتر ديال الفتحه ديال الجناب. وباش ما ننسى طلعي بجوج سنتيمتر في الجناب، جوج سنتيمتر، وخذي المنتصف وقوسي يعني باش ما يكونوش هذاك يعني هاد الجوانح طايحين يعني طايحين الارض. داك الجناب صافي وصل النقطه من نقطه الحوض للفتحه للجلال، هذيك النقطه جوج سنتيمتر اللي طلعتي بها بخط مستقيم، يعني سطري بخط مستقيم ولا سطري بيديك هكا ولا بالسنتيم. ونقص معكم الان جلابه مخزنيه. ودائما قبل ما تقصي دائما عاودي يعني كنأكد عليها، عاودي المقاس يعني بوحدك بحال هكا، عاودي المقاس عاد قصي وتاكدي يعني شوفي ياك ما خاصك شي حاجه ولا ناقصك شي حاجه بعدا قبل ما تقصي، يعني تلقاي باش تزيدي ولا تنقصي. عبرتي بجوج سنتيمتر هنايا دخلتي بتسعود، يعني ديما عاودوا العبر بحال هكا، قوسي قوسي تقويره، هبطتي هنا ب 12 هنايا تسعود، درتي تقويره الامام هنايا يعني درتي في الاضافات، انا درت 16، شوف واش 16 هي هذه، هنايا 28 نسطر هنايا التركيز، دخلت هنا بجوج سنتيمتر. فين ما يقول لكم بحال هكا بلا ما ديروا الباترون الاساسي، ولكن باش تفهموا اكثر دخلي هنا بجوج سنتيمتر تقوسي، يعني تمشي ما تخليش بحال هكا زاويه قائمه، من الاحسن ديري دائري يعني تقويسه، تمشي نيشان حتى لاطاي حتى الجلاي، ممكن تمشي نيشان بحال هكا حتى الجلاي، هو ديجا اصلا توسع. بعد ما فيريفيت الفصاله ديالي يعني واش هي هذيك، ناخذ المقص ونقول بسم الله ونقص، ما تخافيش من المقص، لا توكلي على الله وقص. ناخذ الظهر نحيدو ونخلي الامام ونقصو بحال هكا، حيدت الظهر دائما حيدي الظهر مزيان وخلي الامام وقصيه. بعد ما قادي التوب، بعد ما قادي التوب راني تنيتو على 4، يعني ها هما جوج هما جوج، نتني بحال هكا على 4. ناخذ طولكم اللي عندي هنا، شحال عندي في طولكم؟ كما قلت لكم عندي طولكم 44، يعني الطول الحقيقي ديالكم عندي هنايا 58، نقص منها الاضافات غادي نقص منها 16، يعني 16 غنديرش 44 وغادي ندير 42، 42 هنايا الطول، عندي الطول هنايا 42، غنزيد ليها 4 سنتيمتر في اللوغلي اللي بغيتي تزيد زوج على حسب شنو غديري كما قلت لكم، غادي نزيد ليها 4 سنتيمتر ديال 70، هذا هو اللوغلي. غادي نهبط هنايا غندير فتحه ديال فم اللوغلي 20 بحال هكا 20، هنايا مفتوح هنا مفتوح وهنا مغلق وهنا مفتوح، يعني المهم هو هنا يكون مغلق، يعني كما عندنا يكون هنا مغلق، هنايا 20 وطول لكم عندي هنايا 42 زائد 4 الاضافات يعني 4، غادي نتنيها انا غير بالماكينه هنايا. هو الترك هنا في هو المهم تاخذي التركيز اللي عندك، التركيز الحقيقي درت 29
يعني بغيت ناخذ جلابه نوريكم بعد ما فصلتها. هذا هو التركيز اللي خديت، خدي التركيز بحال هكا. عندي هنايا 29، غادي ندير هنا 29، غنهبط 29. كاين اللي كيخليه النيشان يعني ديريكت، كاين اللي كيدخل بثلاثة أو أربعة، من الأحسن تدخلي بثلاثة. ندخل هنا بثلاثة، منخليش يعني هكا، من الأحسن ندخل هنا بثلاثة باش يجيني هو هذاك. ونصير الكم ديالي من هاد النقطة حتى لهنا بحال هكا، نتمنى يكون واضح. وهاد النقطة حتى لهنايا، يعني ساهل لكم، يعني سهل هاد الكم ديال المخزلي، ساهل ساهل هنايا حتى هاد النقطة ديال التركيز. هنايا درت الطول لكم، هذا هو الطول لكم، يكون جهة مغلقة، نذكركم انها تكون مغلقه. هنايا فوم لكم عندي هنا 20، كاين اللي يدير اقل، كاين اللي كيدير اكثر. هنايا تركيز عندي 29، درت التركيز 29. هذا هو لكم ديالي، ساهل وبسيط بالنسبه للمبتدئات، يعني مفيش شي تعقدات كما قلت لكم. الان نقص نبدا من هنايا، بعد ما قصيت لكم كيجي بحال هكا. هذا هو لكم ديالي، ها هما هنا جوج. نمر الان الى القلب، بعد ما قاديت التوب ديالي ها هو هذا، هو فاش غادي نخدم ان شاء الله. غنحدد من هنايا، من هنا 40، عندي هنا 30، ونسطر المستطيل هكا، غادي يجي بحال هكا. معاك هنا عندي 30 وهنا 40، ومثني على جوج، يعني مثني على اثنين. هنا جهة مغلقة، اول حاجة ناخذ العبار ديال الكول اللي عندي. عندي العبار هنايا في الكول الامامي، ناسي ناخذ معاكم العبار. عندي 17، وقفوا سنتيم، عندي 17 سنتيم. وهنايا في الخلفي نوقف سنتيم، حاولوا توقفوا السنتيم وتعبروا. عندي 10 زائد 17 يعني 27. من هنايا من هنا لهنا غادي ندخل بعشرة كما قلت لكم. هنايا فين غادي ناخذ ونسطر حتى هنا، هنا فين غادي ناخذ 27. من هاد النقطة فين جاتني 27، جاتني هنا، يعني هذا غادي تلغى، غادي نخدم غير هنايا. عفوا غادي نسطر هكا، نسطر من هاد النقطة حتى لفين جاتني 27. هذا هو اللي غادي نقسمو على جوج، من هنا 27 نقسم على جوج، ناخذ السنتيم ندير لي بحال هكا. راجعوا الباترون ديال القب، هادي جا درتو لكم. نعاود ثاني نقسمو على 4، 27 بحال هكا، نعاود نقسمها على 4 بالسنتيم ديالي هكا. ناخذ هذا نفسه ونحطه هنا، وغادي نقسمو على 4. هنايا غادي نخرجو بسنتيم، هنا غادي نطلعو بسنتيم، وغادي نقورها بيديا، نقورها بيدي، وهنايا غادي ندخلو بسنتيم ونقور بيدي، نقور بحال هكا. هنا نخرج بسنتيم ونقور، وهنا ندخل بسنتيم. وصلو الباترون الأساسي وغادي ديال القب، وغادي تفهموا اكثر. ممكن تاخذي الباترون اللي كان عندك، ممكن الباترون اللي كان عندك حطيه، وغادي حطيه على هنا هنايا، يعني حطي على الثوب وقطعي. نقص الان، نقص من هذا الخط هنايا، ممكن ديريه مدوبل
نقص هنايا وهذه هي الجلابه ديالي. ما تنساوش تفعلوا الجرس تابونا في القناه ديالي. مرحبا بكم في قناه مريم، وخليو لي شي تعليق زوين باش نتشجي، وجزاكم الله خيرا. بحال هكا سهل في التقطع، ممكن ديري لكم دوبل وتخيطي على جوج لما فصلتو. وهنايا هاي العبايه الجلابه المخزنيه هي هذه، وهذا هو الكميمات، وهذا الكم. نكون هنا سنين جلابه مخزنيه للرجال والنساء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.